باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريسوس انستي اليسوس انستي، بهنيكم بعيد القيامه المجيد الذي هو فرح افراحنا وعيد اعيادنا. والقيامه في الحياه المسيحيه ليست مجرد حدث تاريخي، ولا هي مجرد مناسبه احتفاليه بنحتفل بيها بمظاهر متعدده، ولا هي بالطبع مجرد يوم عابر، ولكن القيامة هي حجر الأساس في خطة فدائنا التي أتمها ربنا يسوع المسيح على خشبة الصليب. القيامة مركز إيماننا، وهي أيضا تحقيق الغفران للإنسانية، والقيامة محور الجهاد الروحي. فجهادنا الروحي بدون القيامة ليس له أي معنى. ثم أن القيامة أيضا هي الأمل والرجاء للأبدية القادمة. بدون القيامة لا معنى لإيماننا المسيحي. بدون القيامة لا يوجد سلام لحياتنا كل يوم، حياتنا الأرضية. وبدون القيامة لا يوجد عندنا رجاء لمستقبل. نور القيامة يشع في حياة الإنسان، ويشع في مش حياته بصفة عامة، في حياة كل فرد وحياة كل مرحلة في مراحل حياة الإنسان. يمكن يجي السؤال ونسأل، هو المسيح جه ومات فعلا؟ طبعا حادثة القيامة وقعت منذ 20 قرن من الزمان وما يزيد، وحادثة القيامة اللي حصلت لم تتم في الخفاء، لكن كان عليها شهود. وشهود البشر ليس شاهد واحد ولا اثنين، بل شهود متعدد. قائد المئة والحراس، قائد المئة الذي طعن جنب المسيح على الصليب، وحراس القبر هم شهود على قيامة المسيح. بيلاطس البنطي الذي أقام محاكمة صورية للسيد المسيح، ثم بحركة مسرحية غسل يديه وقال هذه العبارة الشهيرة: إني بريء من دم هذا البار. وتلاحظوا التناقض اللي في العبارة، بريء وبار وبسلمه للمحاكمة والموت. الكهنة ورؤساء اليهود، رؤساء الكهنة اليهود أيضا شهود على ما حدث الصليب وما حدث في وقت القيامة. النساء اللي راحوا مبكرا وذهبوا فجرا يحملون الحنوط ويقدمونها، كانوا هؤلاء شهود على قيامة السيد المسيح، ولكن في نفس الوقت كان هناك شهود أو شهادات مادية على موت المسيح على الصليب وقيامته. أذكركم بحجاب الهيكل الذي انشق وقت الصليب. أذكركم بالزلزلة التي حدثت. أذكركم أيضا بالحجر الكبير الذي وضع على باب القبر. وطبعا كل الدهشة، لأن هذا الحجر اللي كان يحرس ميت، فكأنهم خايفين أن ميت يهرب. أذكركم بالأكفان اللي وجدها التلاميذ في موضع دفن السيد المسيح. أذكركم بالحراس كما قلت الذين ضبطوا القبر. أذكركم بالختم، والختم ده علامة الحاكم. وأذكركم أنه كان قبرا جديدا لم يدفن فيه أحد من قبل. الله في إقامة الإنسان قدم له الكثير، قدم له وعد بالخلاص، ونفذ الوعد ده بخطة: التجسد والصليب ثم القيامة. ويمكن أفكركم بحادثة في بداية خدمة السيد المسيح، لما ذهب إلى عرس قانا الجليل وأتم أول معجزاته وآياته في عرس قانا الجليل، حيث حول الماء إلى خمر، إلى عصير العنب. عندما قالت له أمنا العذراء مريم: ليس لهم خمر،
كانت تقصد ليس لهم فرح. فالعذراء مريم تتكلم بلسان العهد القديم كله، كل العهد القديم ليس عندهم فرح الخلاص، فرح القيامة. كلمة خمر في الكتاب المقدس تعني الفرح. والسيد المسيح يجاوب عليها إجابة غريبة شوية، يقول لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. هذه الساعة هي ساعة الصليب وساعة القيامة، وهي ساعة الفرح للإنسان. عشان كده احنا بنصلي في صلاة الساعة السادسة ونقول نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم، يا رب المجد لك. كيف نستجيب للقيامة؟ ازاي نستفيد ونستجيب للقيامة؟ هقول لك ثلاث نقط رئيسية في هذه الاستجابة. أولا، هناك الاستجابة الواجبة. هيرودس عندما سمع بخبر ميلاد المسيح ما راحش يشوف، قال للمجوس روحوا شوفوا وتعالوا قولوا لي. استكثر هذا الامر، حس انه ما يصحش انه هو اللي يعمل كده. الوصيه تقول اقترب الي، اقتربوا الي، اقترب اليكم. وده السبب اللي خلى المريمات في فجر القيامه يروحوا لغايه القبر وينالوا هذه البركة الكبيرة، وينالوا بركة زيارة القبر المقدس في فجر يوم القيامة. أي بركة قد من كده؟ الاستجابة الواجبة، حضورك وإحساسك وشعورك الداخلي. أيضا هناك الاستجابة الحرة. في واحد لما تكلمه في موضوع تلاقي استجابة إرادته حرة. فمثلا في العهد القديم عندما طلب الله من إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة ما سمعناش أنه تكاسل أو تباطأ، ده قام مبكرا وخد دبته وخد ابنه وخد الحطب وخد السكين، واستجابة حرة. في واحد في علاقته مع المسيح علاقة حية، علاقة كلها حرارة روحية. وده السبب إن الكتاب بيقدم لنا وصية مهمة، يقول لنا أذكر خالقك في أيام شبابك، حيث الحرارة الروحية، حيث الإرادة. النوع الثالث من الاستجابة، الاستجابة الدائمة المستمرة. أن الإنسان يستمر في الحياة الروحية. في حاجة بنسميها التايم أوف رياكشن، اللي هو وقت التفاعل. كل ما الإنسان كان في حالة تفاعل مع الله من خلال الصلوات، من خلال الإنجيل، من خلال وسائط النعمة، من خلال الأصوام، من خلال القراءات الروحية، من خلال الخدمة الروحية، كل ده بيخلي الإنسان دائما في حالة استجابة دائمة. الاستجابة الدائمة تشعر الإنسان بأنه يحيا في نور القيامة. للسبب ده كنيستنا تجعل القيامة واجبة وفاعلة ودائمة في كل يوم. خد بالك كده، كل يوم في صلاة باكر في الأجبية دي تذكار للقيامة. كل أسبوع يوم الحد هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تذكار للقيامة. كل شهر ابتي في يوم 29 منه بنحتفل بتذكارات البشارة والميلاد والقيامة. كل سنة بنحتفل بعيد القيامة ليس يوما واحدا بل 50 يوم، وبنعتبر ان هذه الايام 50 ليست ايام عادية في الاسبوع ولكنها ايام احد، او ممكن تسموه كده حد طويل، لونج سانداي. والاحد الطويل ده هو تعبير عن الوجود في الابدية. لاحظوا ان فترة 50 7 اسابيع تبدأ بأحد ثم تنتهي بأحد أيضا بعيد القيامة وعيد العنصرة، يكونوا 50 يوم اللي هم تعبير عن الحياة الكاملة أو حياة الكمال في الملكوت. عيد القيامة هو الفرحة الكبيرة، الفرحة اللي بيعيش فيها الإنسان. ويكفي أن في التقليد الكنسي في كل يوم لما بنصلي التسبحة أول كلمة في التسبحة في صلاة نص الليل نقول قوموا
يا بني النور قوموا فكرنا بالقيامة. ولما نيجي نرتل قطعة من القطع الجميلة في وسط التسبحة، قطعة أرب صليين أولها رتلوا للذي صلب عنا وقام وغلب الموت. القيامة إحساس وشعور، ده يخلينا نقول مع معلمنا بولس الرسول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. من خلال القيامة بأبني علاقة قوية وعلاقة معرفة شخصية بينك وبين شخص المسيح. أنا بنتهز الفرصة دهيت وأقدم تهنئة كاملة لكم جميعا، لكل الكنيسة، للأباء الأساقفة والأباء الكهنة وللشمامسة ولكل الخدام والخادمات، لكل الشباب والشابات، لكل الأطفال الولاد والبنات. بقدم أيضا المحبة لكل لجان الكنائس في الكنائس في بقاع الأرض، وأقدم أيضا المحبة لكل الذين يعملوا ويخدمون بالروح وبالحق، وبدعوكم أنكم تعيشوا في فرحة القيامة، ليس في عيد القيامة ولكن في كل يوم من أيام الحياة. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. كل سنة وانتم طيبين.